أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من جدل تأتيكم من العاصمة التونسية، وموضوع حلقتنا هو الجدل حول تدريس مادة الصحة الجنسية أو التربية الجنسية في المدارس بين مؤيد ومعارض لها. قبل أن نبدأ المناظرة نتعرف في التقرير التالي عن استعدادات المدارس التونسية لتدريس مادة الصحة الجنسية ورأي أولياء الأمور في ذلك، نتابع. يجب أن نتحابب، يجب أن نكون أسرة واحدة. قرار احنا رحبنا به، وفي نظرنا احنا هو متأخر، على خاطر هذا شيء طبيعي أنه تكميل لتعليم الأطفال وتسليحهم للمستقبل، أنه احنا نكملوا بالثقافة أو أكثر من أنها ثقافة هو تعلم جنسي. التعلم الجنسي هو شنو أخيرا؟ أنه الطفل يتعرف على جسمه ويأخذ الحقائق. يجب أن تكون هنالك توعية خاصة في التحرش الجنسي، لابد تبسيط المفاهيم للتلاميذ لكي يعني يحموا أنفسهم من هذه الظاهرة. والله فما أولياء رحبوا بالفكرة وكانوا هما نفسهم على وعي أن هذا تمم تسليح الطفل للمجتمع. المدرسة كملت الدور متاعها، وفما شق آخر يقول لك لا، أنتم تحطوا لهم في أفكار غريبة وتخرجوا على دور المدرسة. وبعد ذلك طرحت سؤالا، كيف أحمي جسمي من التحرش الجنسي؟ أنا أم تونسية لثلاثة صغار، أنا ضد تعليم التربية الجنسية في المدارس. علاش؟ على خاطر ما عنديش ثقة في الإطار التربوي، كيفاش باش ينجم يوصل المعلومة للطفل الصغير عمره بين 5-6 حتى 10 سنين ولا حتى أكثر، وإسكو هو متكون بالباهي باش يوصل له المعلومة بطريقة سلسة؟ كيفاش باش توصل له المعلومة؟ كيفاش باش تقول له اش معناتها تربية جنسية؟ كيفاش هو باش يفهمك على أنا أساس أنت متكون؟ أنا ما عنديش فيه ثقة. أنا كأم من وجهة نظري نشوف اللي التربية الجنسية ما تتولدش في المدارس، مش باش نتعلموها في المدارس وعمرنا باش نجمو نتعلموها في المدارس. بالنسبة لي التربية الجنسية هي من مشمولات البو والأم، دونك أنا كأم من وجهة نظري شوفوا أنه كان أطروا الوالدين الأولياء أن يوصلوا المعلومة لوالداتهم يكون خير وأحسن وأصح، وكيكا ما خافوش على صغارهم. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيدة ليلى بن ساسي مديرة المرصد الوطني للتربية، والسيد مختار لموشي الباحث وعضو مجلس نواب الشعب. أهلا بكما. ونتابع في التقرير التالي كيف استعد الضيفان لهذه المناظرة بمساعدة خبير المناظرات التونسي السيد فتحي قدور. هي تتمكن من ايش؟ انه مش يكون واعي اكثر، ومش يفرق بين في المعامله هي معامله عاديه وهي معامله تنجم. انا جاي عندي رؤيه، عندي قراءة نقدية للبرنامج تاع اللي حطته وزارة التربية. القراءة هذه من خلالها يحكم الرأي العام.
وكنا قد أجرينا تصويتا على مواقع التواصل الاجتماعي حول السؤال التالي، وهو سؤال الحلقة: هل يجب تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس؟ النتيجة 71% يرفضون تدريس هذه المادة، مقابل 28% يوافقون على تدريسها. كذلك سنجري تصويتا آخر في ختام هذه الحلقة بعد الاستماع إلى الضيفين والمناقشة حول هذا الموضوع. قبل أن نبدأ هذه المناظرة سأدعو ضيفينا للتقدم إلى وسط المسرح وإلقاء الكلمة الافتتاحية مدتها 90 ثانية. أبدأ مع السيدة ليلى، تفضلي سيدة ليلى. مساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إدراج التربية على الصحة الجنسية جاء إثر ملاحظة تنامي العنف، وقد لاحظنا أنه بين 2014-2015 من 16 حالة ارتفعت الحالات إلى 135 حالة سنة 2019، وهذه الحالات المعلن عليها واللي أدت إلى اتخاذ إجراءات جزائية وتأديبية. وهذه الحالات من بينها حالة صفاقس اللي مثلت 80 حالة في المرحلة الابتدائية، واللي خلت المجتمع المدني وكل المدخلين في الشأن التربوي وفي الشأن العام يدعيوا إلى التفكير في إدراج في إيجاد حلول وإدراج التربية على الصحة الجنسية في المناهج التربوية. بالنسبة للإعدادي الحالات تنقص إلى 35 حالة، وهذا مفهوم لأنه الطفل في الابتدائي هو متعرض أكثر للتحرش. شكرا جزيلا سيدة ليلى، تفضلي مكانك. وأدعو السيد مختار لموشي لإلقاء الكلمة الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ما نتحدث عنه اليوم بخصوص التربية الجنسية هو يتنزل كنموذج وكتعين في إطار الإصلاح التربوي التونسي الذي نشتغل عليه لأكثر من 10 سنوات. وفي الحقيقة هنالك صراع هوية، هنالك صراع إيديولوجي، هنالك صراع ثقافة، وهذه المفاهيم تتنزل على العالم العربي والإسلامي تنزلا وتنزيلا. وبالتالي نحن نرى أن هذا المفهوم هو مفهوم غربي يريد أن يؤصل لثقافة لا علاقة لنا بها، ولنا مرجعيات أخرى يمكن الوصول عبرها إلى ثقافة جنسية إسلامية عربية لا علاقة لها بالمضامين التي تحيل عليها الوثيقة والمتعلقة بالجندر، وهي القاعدة الأساسية لهذا التصور. بالتالي نحن نقدر أن المرجعية والصراع صراع مرجعية وصراع هوية وصراع ثقافة كونية وصراع مع الخصوصية العربية الإسلامية. شكرا جزيلا لك، انتهيت قبل انتهاء الوقت. شكرا جزيلا، ونبدأ بالنقاش مع ضيوفنا. والمحور الأول: يجب تدريس مادة التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية. السؤال للسيدة ليلى بن ساسي، لك فقط 90 ثانية للإجابة، ولا ليس لديكم حق الرد خلال طرح الأسئلة، ربما في الختام لكما حق الاشتباك والرد على التساؤلات أو على الطرح الآخر. سيدة ليلى، الوزارة التربية قامت بطرح هذه الفكرة منذ 2017 بالتعاون مع جمعيات عدة ومنها صندوق الأمم المتحدة للسكان. هناك أسئلة: لماذا صندوق الأمم المتحدة للسكان وليس منظمة اليونيسف المعروفة بأنها من تقوم بوضع استراتيجيات حول الصحة الجنسية؟ هذا من ضمن الأسئلة. وكيف تردين على من يقول بأن هذا المنهاج هو منهاج معلب مستورد من الخارج؟ تفضل.
شكرا. أريد إشارة قبل كل شيء أنه يستند إدراج التربية على الصحة الجنسية إلى مرجعيات وقوانين دولية ووطنية، وهذه القوانين تفرض على الدولة واجب حماية الطفل من كل أشكال العنف والتمييز والتحرش، وخص بالذكر هو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مجلة حماية الطفل في الفصل 2، دستور 2014 في الفصل 47 اللي ينص على حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلة للطفل. كذلك القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، اللي في الفصل 7 أجبر على كل الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من عنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. وعندما نقول المرأة نقول الطفل والعائلة وكل ما يتبع. إذن وزارة التربية اعتمدت على المواثيق الدولية كذلك. لماذا انتهى الوقت سيد مختار؟ حركة النهضة أول من عارضت مشروع تدريس مادة الصحة الجنسية في المدارس، هل طلعتم على هذه الوثيقة؟ سمعت في الكلمة الافتتاحية أنه الاعتراض جاء بسبب الاطلاع على الوثيقة ومضامينها، ما العيب فيها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أولا اليوم أحضر ليست بصفتي عن حركة النهضة، وإنما أنا كعضو مجلس شعب وكمؤسس واضع للدستور وكباحث. أنا عندي الماجستير نتاعي حول حرية الضمير الآن، ثم تداخل وترابط في هذه القضايا. نعم نحن اطلعنا على الوثيقة، والوثيقة أمامي في جزء كبير منها فصلا فصلا وصفحة صفحة تقريبا، ولنا قراءة في هذه الوثيقة بالطبع. في تقديرنا أن لا نختلف من حيث المقصد، وهو حماية الطفل. والمشرع التونسي أوجد من النصوص الكثير لحماية الطفل، لا نختلف في هذا، نحن أباء في نهاية الأمر ونستثمر في أبنائنا في تونس. ولكن الاستثمار بناء على ماذا؟ بناء على أي مرجعية؟ سؤال الأول. اثنين، بناء على أي تصور ومضمون؟ وثلاثة، عبر أي وسائل ومحامل تربوية؟ المدرسة مقدسة، وفضاء المدرسة مقدس، والطفل مقدس تربيته وحمايته، ومرجعيتنا الإسلامية لها من المضامين المكثفة التي تحيل على التربية بجميع تمظهراتها وبجميع سيدة ليلى أشارت إلى نقطة أساسية بأن هذه الوثيقة اعتمدت أو استندت على المواثيق الدولية. نحن نعتبر أن المواثيق الدولية واقع، ولكنه واقع يخص غيرنا كما يخصنا. والمواثيق الدولية ليست قرآنا. والمواثيق الدولية هي ثقافة كونية ولنا خصوصيتنا. أنا مثلا أحيلك على جزء، سنأتي إلى ذكر التفاصيل. أعود إليك سيدة ليلى، في تصريحات لك قلت أن هذه المادة ستدرس وفق معايير علمية. أي معايير علمية؟ يعني أي معايير علمية نتحدث؟ وهذه المادة ستكون ضمن مواد أخرى، علم الأحياء والتربية الإسلامية وأيضا اللغة العربية، ما الخيط المشترك أو الرابط بين هذه المواد؟ أريد قبل كل شيء توضيح الوثيقة الموجودة والمساربة عبر الانترنت ليست الوثيقة التي ستعتمدها وزارة التربية، ليست هي الوثيقة المرجعية الرسمية. نعم اطلعنا على التجارب العالمية. هذه وثيقة مفبركة؟ نعم
ليست هي الوثيقة الرسمية. سيكون لك حق. وسننشر الوثيقة الرسمية قريبا. بالنسبة للوثيقة الرسمية 5-8 سنوات جاهزة، ووقع الاطلاع عليها من عدة أطراف أخرى خارج وزارة التربية. سنقدمها لمن يطلب الاطلاع عليها، و يعني ستتبين أنها ليست الوثيقة المنشورة. هل هناك جهة معينة سربت وثيقة مفبركة لإثارة الجدل حول هذا الوثيقة الموضوع؟ نحن طلعنا على ما هو موجود، وبالنسبة لوثيقة الأمم المتحدة هو هنالك مرجعية طلعنا عليها، لكن احترمنا ما هو في عاداتنا وتقاليدنا وديننا، أخذنا كل ما في ثقافتنا التونسية ولا يتضارب مع. سنتحدث بالتفصيل عن هل ألغينا كل ما هو كل ما لا يتماشى مع الدينية. نعم. والعادات والتقاليد. سيد مختار، تقول سيدة ليلى أن هذه الوثيقة ليست الوثيقة الصحيحة، ربما تكون مسربة لأغراض إثارة الجدل حولها. وبرأيك من المصدر الأساس لتوعية الأطفال جنسيا؟ الأهل؟ هل كل الأهل مؤهلون للقيام بذلك؟ الأهل ربما يتهربون من الإجابة على أسئلة كثيرة. سؤالك مركب سيدتي. الجزء الأول، أنا الوثيقة التي أمامي مثلا الصفحة 170 ورد في خطة وزارة التربية يمكن للتلميذ أن يعبر عن عشقه للطرف الثاني. وملحوظة السادة الحضور، إذا كان الوثيقة هذه ما تكونش خرجت عن وزارة التربية فلنا حديث آخر في هذا البرنامج. يمكن، هل ممكن أن نطلع عليها أو نعم تطلع عليها سيدة ليلى؟ سأمدكم. يمكن للتلميذ أن يعبر عن عشقه للطرف الثاني بطرق مختلفة، بالقبلة، بالمعانقة الشديدة، وعلى التلميذ أن يعي أن هناك لمس مقبول ولمس غير مقبول. الصفحة 170، النص بالفرنسية، النص بالفرنسية. طب ممكن نمررها للسيدة ليلى إلى العربية، وأنا ترجمته إلى العربية. في هذا حث للتلاميذ على الفساد مع الاحتياط في الممارسة الجنسية. طيب. في تقديرنا هذا النص بالفرنسية. طيب، ورد اسمحي لي لا تسلمي وثائقي لها. أنت من حقك أن تطلع على الوثيقة، الجمهور والرأي العام من حقه، وأمامنا إن كانت هذه الوثائق مسربة أو خاطئة. أنا لا أعرف إذا كانت صحيحة أم لا. أنا أقول لك أنها خرجت عن وزارة التربية. شكرا. طوروها أم لم يطوروها؟ سنأتي لهذا الموضوع. أنا أعطيك مثلا في الصفحة 138 ورد في خطة وزارة التربية تحت عنوان التواصل والرفض والتفاوض في علاقة بالنوع الاجتماعي، يدرب التلميذ على الثقة في النفس عندما يتعامل مع العاشق. هذا نص بالفرنسية. تفضلي تفضلي تفضلي. أنا الصفحة 52 ورد في خطة وزارة التربية الجنس والنوع الاجتماعي تعديل التصورات الخاطئة. تفضلي. النص سنكتفي عربي. بهذا القدر. طيب. سيدة ليلى، رد سريع. أنا أواصل على بفضلك. أواصل. لا انتهى الوقت، ننتقل للمحور الآخر. رد سريع بـ90 ثانية. قلت الوثيقة لا تلزم وزارة التربية، وهو وثيقة يعني فرنسية. هذه الوثيقة صادرة عن وزارة التربية. لا، وزارة التربية لا تنشر وثائق دون لوجو أو اللوجو أو اسم وزارة التربية. هذا المشروع، هذا المشروع الذي تشتغل عليه وزارة التربية، وهذا المضمون الذي سلم لنا، وهذا المضمون الذي درسناه وناقشناه. هذا المضمون صادر عن وزارة التربية، ونحن لدينا لجنة درست هذا المضمون وهذه الوثيقة بعينها. وزارة التربية لا تنشر وثيقة مكتوبة في نفس الوقت بالعربية. هنالك لجان لوزارة التربية تنظر في هذا المضمون. يمكنك زميلتي اسمع، يمكنك أن تقولي أن هذا مشروع سيقع تطويره، أو نحن بصدد الاشتغال على تطويره. يعني تقول أنه ليس موجود. ولكن لا موجود ونشرتموه. لم ننشره. أسمع. طيب خلينا نسمع سيدة ليلى. تفضلي. نحن لم ننشر هذه الوثيقة. لم تنشروها رسميا، ولكن سلمت للنقاش. سيد مختار، لم نمحت، نترك لها مجال الجواب. هنالك فريق تقني متكون من فني وعلمي معرفي، متكون من متفقدين
من مختلف المواد، عربية، فرنسية، تربية مدنية، تربية إسلامية، العلوم الحياة والأرض، اشتغلوا على قراءة الوثيقة واعتماد المفاهيم الستة: العلاقة بين الأفراد، القيم والحقوق والثقافة، إدراك مفهوم التمييز بين الجنسين، العنف والأمان، مهارات من أجل الصحة والرفاه، الجسد والنمو. وهذه المفاهيم الرئيسية تفرع عليها مفاهيم فرعية لبناء مهارات، معارف ومواقف. انتهى الوقت. أي سؤال من الجمهور الحاضر معنا في الاستوديو للضيفين؟ تفضل. سيدة ليلى، لن يؤدي هذا البرنامج إلى تعميق الأزمة بين التربية، تعميق الأزمة العلاقة السيئة بين التلميذ والمعلم، بين الأزمة بين التلميذ والمعلم. السؤال موجه لمين؟ إلى السيدة ليلى. سيدة ليلى، تفضلي سيدة ليلى. كيف يعمق يعمق الأزمة بين التلميذ والمعلم؟ لا أظن ذلك، لأن المدرس سيقع تكوينه في كيفية الإحاطة بالتلميذ، كيفية بناء علاقة تشاركية، كيفية ملاحظة التغيرات التي يمكن أن تقع على التلميذ إثر تعرضه لأي شكل من أشكال العنف أو من التحرش. إذن العلاقة تكون تواصلية أكثر منها. نحن نلاحظ إلى العلاقة، نعم العلاقة فيها مشكل الآن بين المدرس والتلميذ، لأنها الخيط التواصل أصبح مقطوع. إذا نحن نحاول أن نبني علاقة أكبر، أقرب. شكرا لك. انتهى المحور الأول، فاصل ونبدأ المحور الثاني. أغاني للحب، يا نبي سلام عليك، للمقاومة، يا صاحب السعادة قولي، للغربة، كان يا ريت يا اخوانا ما رحتش، للوطن، وداعا يا حبيبي. ريميكس حصريا على التلفزيون العربي الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. نجوب العالم ونعاين أمكنة. ما في شغل، ما في حياة. ليس بحثا عن قصص لم تروى فحسب، كل شهر 100 دولار، بل عن قصص أنت مسلم أو مسيحي قد تغير نظرتك لكثير من الأمور حولك. نحن كتير أضعف، ما ربحنا معركة سياسية. عين المكان الأحد 8:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. نبدأ في المحور الثاني، نتابع هذه المداخلات المصورة حول آراء المواطنين التونسيين في تعليم هذه المادة. نتابع. أنا نشوف اللي التربية الجنسية مهمة على الأخر في بلادنا سلطوتها وفي الوضعيات اللي قاعدين نشوفوا فيها. هذيك علاش الصغار يلزمهم يكونوا عندهم ثقافة، المينيمم على القليلة متاع ثقافة ملي هما صغار، باش ينجموا يعرفوا كيفاش يتصدوا ويعرفوا هما كيفاش قاعدين، ليش نوع قاعدين يتعرضوا. وهذيك علاش هي مهمة على الأخر، وأنا معاها على الأخر باش تتقرى في تونس. مداخلة أخرى. أنا نشوف اللي التربية الجنسية مهمة للصغار باش توعيهم وتنقص من نسبة التحرش الجنسي في تونس. في هذا المحور نناقش قضية دوافع إقرار تعليم مادة التربية الجنسية أو الصحة الجنسية في المدارس، وهل التربية الجنسية تحمي الأطفال من التحرش؟ أبدأ معك سيد مختار.
أشارت السيدة ليلى في كلمتها الافتتاحية لحادثة صفاقس و 20 طفلا تعرضوا للتحرش الجنسي، وعندما سئل الأطفال قالوا لم نكن نعلم ما الذي يحدث لنا. بالتالي التوعية الجنسية ألا تساهم في التقليل من حوادث وظاهرة التحرش؟ نحن لا نختلف في كون تقديم ثقافة حول الحياة الجنسية وحول جسم الإنسان مشروع، لكن ما نختلف فيه هو مضمون وآليات ووسائل هذه الثقافة ومسالكها وفضاءات تقديمها. نحن نقدر أن هذا الموضوع مهم ومعالجته مهمة، لكن عبر فضاءات متعددة وعبر مرجعيات واضحة ومضامين واضحة. مرجعيتنا تكون واضحة، إسلامية، أخلاقية، قيمية. فضاء الأسرة له دوره، فضاء المدرسة له دوره، ولكن في أي سن في فضاء المدرسة؟ تصوري أنت هذه الوثيقة ماذا تقول؟ هذا المشروع ورد في خطة وزارة التربية، يمكن للتلميذ أن يعبر عن عشقه للطرف الثاني بطرق مختلفة، بالقبلة، بالمعانقة الشديدة، وعلى التلميذ أن يعي بأن هنالك لمس مقبول ولمس غير مقبول. الصفحة 160. النوع الاجتماعي يفرق التلميذ بين الممارسة الجنسية الطبيعية والممارسة الجنسية حسب النوع. ما معنى حسب النوع؟ هذا الجندر، النوع الاجتماعي، وقت ناقشنا قانون الأسرة تعرضنا له، يعني يتعلم الطفل كيف يمارس مع الطفل، والبنت كيف تمارس مع البنت حسب النوع. طيب شكرا يعني لك سيد مختار. ضرب للأسرة ولقيام الأسرة. انتهى الوقت. سيدة ليلى، ردك على ما قاله سيد مختار، وأيضا لدي سؤال فيما يتعلق أيضا بتصريحات لك بخصوص المتطوعين. يعني أنتم عم تعتمدوا على متطوعين لتعليم هذه المادة، وحتى بالنسبة لفترة التكوين، هل فترة التكوين كافية برأيك؟ هذه المادة تحتاج إلى اختصاص وتكوين لمدة 4 سنوات. جوابك لو سمحت. بالنسبة للمضمون، أؤكد أننا سوف لن نحيد على العادات والتقاليد والأخلاق والدين. هذا أمر واضح سوف لن نحيد عليه. المرجعية واضحة. هل أعطينا ونتفق عليها؟ الزملاء المتفقدين في التربية الإسلامية اشتغلوا على ذلك. المواد ليست، وأعيد، ليست مادة، هي مبثوثة عبر التعلمات والنوادي والمناسبات الوطنية. نعم. بالنسبة لفترة التكوين، هل بالنسبة كافية؟ للتكوين سيقع، وقع تكوين 56 متفقد لتأطير المدرسين التابعين لهم. نعم. هذا قلنا في الفترة التجريبية حتى نتمكن من تقييم المشروع عبر أدوات علمية، ووقتها نتبين أن المشروع ناجح غير ناجح، يجب تعديله حتى التسمية إذا وقع طلب تغييرها أو تعديلها فلما لا. المهم نحن نهدف إلى حماية تدريب التلميذ على حماية نفسه، على نقل القيم واكتساب مهارات حياتية، على وقاية نفسه من العنف القائم شكرا بين لكن الجنسين. انتهى الوقت. سيد مختار، تحدثنا عن التحرش، وأيضا هناك مشاكل اجتماعية كثيرة تكون نتيجة عدم وعي الأطفال بالممارسات الجنسية والثقافة الجنسية بشكل عام، وأيضا من المشاكل الاجتماعية الطلاق. يعني كل ساعة هناك 3 حالات طلاق في تونس نتيجة المشاكل الجنسية. في مشكلة، يعني كيف يتم علاجها؟ أولا، حالات الطلاق ليست نتيجة المشاكل الجنسية فقط، ليست النتيجة فقط، ولكن من أسبابها. من أسباب من 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 أسبابها. إحنا لو نشخص الحالات التي تم بناء المشروع هذا عليه، هي فيها هنالك أمثلة موجودة أن ومقدمات موجودة أن مربين هكا ولا اعتدوا على تلاميذ. موجود.
موجود هكا ولا موجود. الاصل فيه ان نربي المربي الذي اعتدى على التلميذ، الى جانب ان نحسن ونصون التلميذ. العمليه البيداغوجيه التاثيريه في تقديرنا فما زوز مراحل، مرحله الابتدائي الاساسي ومرحله الثانوي. نحن نقدر ان في مرحله الابتدائي لا ضروره لهذه المفاهيم، لان التلميذ ما زال يبحث عن اللمجه مع امه وابيه، وما زال يبحث عن الحذاء السنيي، وعقله والتفاعلات الجسميه ما زالت بعده بعيده كل البعد عن مطلب الاحاطه به في هذا الموضوع. بالتالي التعليم الاساسي نخرجه من هذه الدائره، يعني الابتدائي حتى لسن 11 و12 سنه. ثانيا، اذا اردنا التعليم الاساسي والابتدائي ان نحيل هذا الموضوع الى 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 موضوع تثقيف، فلنركز على الجانب الاخلاقي القيمي، نركز على تثبيت الفضيله، ادانه الرذيله بوضوح، تثبيت القيم الاخلاقيه، تثبيت الحياه، تثبيت القيم التي تحسن الفرد بذاته. يعني التلميذ الطفل يصبح محصن بذاته من خلال القيم، من خلال القيم الأخلاقية التي نبثها داخل هذا التلميذ. طرحت سؤالا مهما سأطرح عليك سيدة ليلى، الجناة كانوا مربين، يعني يجب أن نربي المربين قبل توعية الطلاب، من جملة الجنات، من الجملة. كيف تردين على ذلك؟ وحتى الشاب عندما طرح السؤال، هناك أزمة ربما في تونس بين المربي أو المعلم والتلميذ بسبب أحد أسباب هذه ما حدث بإصفاقس. في رأيي حالات شاذة، يعني لا نحمل المربين مسؤولية حالة من الحالات، هما أقلاء ويقع عقابهم سواء بالسجن أو إذا أثبتت الحالة. أنا نحب نرجع إلى بناء القيم، وبناء القيم تبدأ من الأسرة ومن من 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 المدرسه كذلك. اذا كان نحن نقول ان من المدرسه الابتدائيه نخلي حتى الى الاعدادي او الثانوي لبناء هذه القيم، الوقت يفوت. ونعرف انه الطفل في الفتره العمريه الخاصه بالابتدائي هي اهم فتره واصعب فتره لبناء شخصيه الطفل، واذا كان الطفل يتعرض لاي انتهاك في الفتره هذيك، خاصه التحرش او الاعتداء، فان حياته كامله تدمرت ويصعب بناء شخصيته من جديد وايجاد حلول. وهذا شفناه، والابحاث العلميه تقول لك المغتصب والمعتدي هو في الاساس كان نرجعوا كان ضحيه نعم. وهذاك علاش احنا قلنا من 5 سنوات نبدا ادرب بطريقه غير مباشره عبر الالعاب، عبر مواقف مثلا ممكن نجم نصيغ مشهد بسيط للتلميذ، نقدموا له 3 مشاهد، تلميذ في بيت الحمام والباب مفتوح، طفل في غرفة نومه يراجع في دروسه، وطفل في بيت الراحة والباب مفتوح، ونعرض المشهد وأسأل التلاميذ أين الخلل. نعم. بطبيعة الحال باش يقول لك في بيت الحمام. نعم. قدمتي مثلا يعني نريد أن يقتنع أولياء الأمور بذلك، لأن ربما هناك أيضا رفض من جانب الأهل. نعم. حول تدريس هذه المادة. بالنسبة نستقبل أسئلة الجمهور، من أي سؤال تفضلي. سؤال للسيدة ليلى، ما كل هذا التردد من طرف الوزارة في تطبيق البرنامج؟ نعم شكرا.
ليس تردد، لأن قلنا من الأول راهو نحن بصدد إعداد الإطار المرجعي، بصدد تحليل البرامج لأن ستكون مبثوثة عبر التعلمات. نعم. وقلنا سننطلق في فترة تجريبية لتقييمها وإمكانية تعميمها أو لا، وكذلك تكوين المدرسين تكوين متين حتى يتمكنوا من القيام بالواجب متاعهم. يقول بأن تدريس هذه المادة ستخضع لمبدأ التجربة والخطأ، ويمكن أن تتراجع عنها الوزارة لاحقا. ممكن تعديلها. تعديلها. ممكن تعديلها. نعم. سؤال آخر تفضل. هل قامت الوزارة بتحقيقات حول السؤال لمن لو سمحت؟ السيد ليلى. السيدة ليلى. طب كله للسيدة ليلى، ما في سؤال لسيد مختار. هل قامت الوزارة بتحقيقات حول حالات تحرش جنسي، حالات تحرش اللي المسجل؟ تحقيقات يعني تحقيقات حول الحالات المسجلة. نعم نعم. بطبيعة الحال يقع في أكثر من 57 حالة تحرش بالمدارس بالنسبة لسنة 2018-2019، وهناك حالات أخرى بالنسبة لسنة 19 بداية 20. ما الإجراءات اللي تم اتخاذها؟ الإجراءات نتلقى الإشعارات، هناك مندوب الطفولة، هناك الحالات عندما يقع إثبات الحالات نمشيوا للقضاء بطبيعة الحال. يعني لا نبقى مكتوفين الأيدي، ليست وزارة التربية التي ستجرم المعتدي، هو القضاء. نعم. شكرا لك. ننتقل إلى المحور الثالث، ونصل قضية بعض مواضيع التربية الجنسية يتعارض مع التعليم الديني. السؤال لك يا سيدة ليلى، تقولون إن المنهج يتماشى مع التقاليد والتعاليم الإسلامية والثقافة العربية الإسلامية بشكل عام، أعطينا أمثلة على ذلك، كيف يتماشى هذا المنهج مع الثقافة الإسلامية من دون أن ينساق وراء الرؤية الغربية للثقافة الجنسية؟ أؤكد أنه لن ينساق وراء أي رؤية أخرى غير الرؤية التونسية العربية الإسلامية. والدليل أن زملائنا في التربية الإسلامية بينونا بالنسبة للتربية الإسلامية، ناخذ على سبيل المثال الوضوء، يبين كيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع جسمه، ينظف جسمه، فيه تربية نجم نقولوا تربية جنسية، كيف يحمي نفسه، كيف معناها يبني مواقف، هذا الكل في نفس التمشي توجهنا له احنا. أربي الطفل كيف يحمي حرمته الجسدية، كيف يتخذ مواقف ما يخليش أي إنسان آخر يتكشف عليه أو يعتدي عليه، هذه المواقف كلها تمرر لبناء قيم ومبادئ. نعم. سيد مختار، ألم يتناول الدين الإسلامي هذه الأمور بكل شفافية وأيضا انفتاح، ولا حياء في الدين في النهاية؟ لم يتناولها دين كما تناولها الإسلام، ولم يوضحها فكر كما وضحها الفكر الإسلامي، ولكن بأدب وخلق ورهافة وحس وتسييج، بحيث أن عندما ننظر في برامج التربية الإسلامية في السبعينات والثمانينات نجد هذه الأشياء موجودة، وفي برامج التربية الإسلامية دون البحث عنها لدى محامل أخرى في التربية المدنية أو الطبيعية كما هو موجود في البرنامج اللي أمامي الآن. بالتالي في تقديرنا نحن القضية راهي مانيش أنا شخصياً، وانا عندما بدات ابحث في 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 الماجستير تحرير الضمير هذه القضايا نتعرض اليها،
وفي الحقيقة المرجعيات المعتمد عليها والمبثوثة والمنصوص عليها هي مرجعية أممية، مرجعية كونية، ما عندناش معها مشكلة في مقاصدها العامة، ولكن لنا خصوصيتنا ولنا تفصيلاتنا ولنا مرجعيتنا. الطفل في تقديرنا احنا مطلوب وواجب حمايته من اي ضرر يلحقه، ومطلوب وواجب توعيته من طرف المربي ومن طرف الأسرة ومن طرف وسائل الإعلام، هذا الفضاء المفتوح الذي لا يمكن التحكم فيه، بحيث الدولة التونسية مش مطلوب منها فقط تحط مسلك لدى داخل التعليم الابتدائي والثانوي لتمرير هذه الثقافة وهذا التحصين، وإنما الدولة التونسية بمقتضى الدستور واجب عليها أن تحمي الطفل التونسي عبر الأسرة، عبر الإعلام، عبر التربية والتعليم، عبر التنشئة الدينية السليمة، وليس عبر مرجعيات مرجعيات تتحدث عن النوع الاجتماعي كمرتكز الذي يخلط لنا مفهوم الأسرة. تصوري في هذه الوثيقة يتحدثون عن أسرة بفرد واحد، هاي موجودة في المشروع الأول، بفرد واحد، أسرة بفرد. نعم. نحن الأسرة في تونس تتكون من أب وأم، أي زوج وزوجة وأطفال الأسرة النواة والأسرة، بالتالي مطلوب تطوير هذا المشروع، ونتمنى أن تكون الوزارة قد طورته. نعم. كما 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 سيدة كما يبدو. سيدة ليلى، جوابك، وأيضا يعني هناك مخاوف لدى الأهل بالمجتمع التونسي من تحولات الدولية العالمية بخصوص الجندرية وما إلى هنالك، ورأينا هذا التحول ربما مؤشرات عليه من خلال مرشح الرئاسة التونسية اللي أعلن أنه مثلي الجنس، وبالتالي ألا يكون هذا المنهج أو تعليم هذه المادة مدخلا لحدوث تحولات اجتماعية خاصة في موضوع الجنس في تونس؟ تفضل. بالعكس، نحن لم نتطرق إلى مشكلة النوع الاجتماعي والجندرية والعائلة المونوبارونتال اللي يظهر لي الموجودة غادي العائلة في المشروع. بالعكس، احنا حاولنا انه نبين ان العائلة مهمة، وان العائلة لها دور اساسي في بناء شخصية الطفل، وان العائلة ادوار في بناء هذه القيم، والعائلة متكونة من أب وأم مهما كانت، حتى العائلة إذا وقع طلاق فالأب يبقى أب والأم تبقى أم، إذا وقعت وفاة دونك العائلة هي النواة الأساسية لبناء شخصية الطفل، ويجب أن تبقى دورها أساسي ومهم. بالنسبة لمشكلة النوع الاجتماعي، لم يقع الاتفاق عليه، بل نحن اتجهنا إلى النوع الاختلاف بين الجنسين كذكر وأنثى، كل إنسان عنده بنيته البدنية الجسمية، وهذه البنية هي تخلي معناها تحدد العلاقات وتحدد نوعية مثلا الوظائف، تقسيم الأدوار، هذا ما تطرقنا إليه دون الحياد على حاجة أخرى. هل ممكن أن تعطوا الوزارة فرصة لتروا نتيجة تدريس هذه المادة، أم تتخوفون من إدخال مزيد من التغييرات خاصة فيما يتعلق بنوع الاجتماعي، وأيضا إدخال أمور أخرى تخشون عليها على المجتمع التونسي؟ نحن نقدر أن هذا الموضوع حساس ويحتاج إلى استشارة وطنية موسعة، لأن احنا تعودنا في العالم العربي والإسلامي يدس لنا السم في الدسم، هذه معنى في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الأخلاق، حتى في الدين. وللعلم هذه المادة ستدرس في تونس أول دولة ستجر في العالم العربي، وهذه المادة هي فرنكفونية فرنسية لائكية، معروف مرجعيتها. في إنجلترا المادة هذه برشة ترف معارضينها، في ألمانيا برشة ترف معارضينها، يعني معروفة المدرسة التي تتبنى هذه الفكرة، معروفة المدرسة هذه. بالتالي احنا انا روع عنش تحدث بالموضوع هذا مسك مليح لان حرية الضمير
عندما كنا في المجلس الوطني التأسيسي أحالتنا على هذه القضية القضايا وحرية الضمير. وأنا أدرس وأكتب في الماجستير متاعي حاليا تحيلني على هذه المفاهيم التي تبث في المجتمع. أنت تريد أن تتحكم في المجتمع، تحكم في الإنسان، في الفرد، في العقل، في الوجدان. التحكم فيه عبر ماذا؟ عبر أنت تحب تغير الجغرافيا النفسية متاعه، تبدأ تغيرها بالمربع بالمربع. استعصى تغيير الجغرافيا النفسية والدينية للمجتمعات العربية، استعصى على المنظومات الدولية الكونية، فيريدون تغييرها بالقطعة قطعة. نحن نرى أن أبنائنا فلذات أكبادنا أمان، التربية الجنسية مطلوبة، والمرجعية دينية، والمنهجية تراجع، والمحامل التربوية تراجع، ولسنا ضد حماية أبنائنا، نحن لدينا أبنائنا وبناتنا، بل بالعكس نحن مع هذا، مع مربي قادر على إيصال هذا المضمون المحمول، ومع وسائل إعلام تساهم في هذا، ومع أسرة تقوم بدورها أب وأم. كل هذه الأطراف يمكنها، ومع مرجعيات أخلاقية واضحة، ولنا مرجعياتنا وثقافتنا. كيف كنا نعيش خلال العقود الفارطة بدون هذا 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 التنقيح أو هذا الإجراء؟ هل كنا نعيش الحيوانية؟ كنا نعيش الأخلاق والأداب والحياة، ونعرف ما إلينا بالفطرة. الله سبحانه وتعالى جعل فينا الفطرة، نهذب هذه الفطرة، ننظر في هذا المشروع الذي بدأ يتطور حسب ما ما, 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 ما رأيت، نحيله على الرأي العام ليعطي فيه رأيه، وللمختصين النفسيين الاجتماعيين التربويين، وإلى المختصين الدينيين بالمعنى الأخلاقي القيمي المرجعي، وننظر إلى أين يمكن أن يصل. سيدة ليلى، يعني تم إعطاء فرصة وسيتم دراسة هذا المشروع بشكل دقيق، ما الضمانات التي يمكن أن تقدمونها حتى لا يأخذ هذا المشروع منحا آخر؟ أنا أشير أنه الأستاذ لو اطلع على الوثيقة سيغير رأيه، وبناء الوثيقة احنا قلناها من الأول أنها بطريقة تشاركية، ونحن منفتحين على كل الأطياف وكل المتدخلين للاطلاع عليها. المهم أنه الهدف متاعنا أطفالنا، نحميهم ونبنيه مجتمع سليم، خاطر هما مجتمع الغد. أريد الإشارة أنه في السبعينات كانت هنالك التربية العمرانية، وتدرس فيها تقريبا، إذن الموضوع كان مطروح سابقا، تخلينا عليه، والمجتمع يتغير والظروف تتغير، ونشوفوا احنا النتائج الاحصائيات. لماذا تخلينا؟ ارجعي للسياقات، ستجديها اختيارات سياسية، اختيارات واختيارات مرجعيتها ايديولوجية وثقافية. تم التصدي في تلك الفترة من طرف وطنيين وعروبيين اسلاميين لذلك المشروع، والان يعود المشروع من نافذة اخرى. نحن نقول انه عودته هنالك ما يبررها للاوضاع التي نعيشها حاليا، ولكن ليس بنفس المرجعية، وليس بنفس المنهجية، وليست بنفس المضامين والمحامل والآليات، ليست بنفس المضامين الموجودة عندك. هي مضامين أتمنى أن يكون تطوير قد تم تطوير هذه. انتهى وقت هذا المحور، سننتقل لمتابعة آراء مواقع على المواقع التواصل الاجتماعي حول سؤال الحلقة، و نبدأ بالتعليق الأول. أمام حالات الاعتداء على الأطفال حتى من طرف أقرب الناس كالأب أو الجد، المفروض الطفل يعرف جيدا الخطوط الحمراء في جسده حتى أبوه لا يمكن أن يتجاوزها. هذا هو المغزى من الثقافة الجنسية، ليدرك الطفل أن ما حصل له اعتداء. الآلاف من حالات الاعتداء مسكوت عنها إما خوفا أو عدم إدراك. تعليق آخر، لا يجب أن تكون كمادة دراسية في الجدول الأساسي، لأننا كعرب نحافظ على الحياء والاحترام، وحتى لا نكون سببا عكسيا بدلا من
نفعها، ولكن أتمنى أن تكون بشكل محاضرة شهرية مثلا عن طريق لجنة مختصة تراعي الأعمار وطريقة تتجانس أو بطريقة تتجانس مع سنهم. تعليم في المنزل أفضل يكون عن طريق توعية من المخاطر الناجمة عن هذا الموضوع وليس تربية جنسية. تعليق جديد، أكيد في أطفال يتعرضوا للتحرش مش عارفين تدريس التربية الجنسية رح يخليهم واعين أكثر وأفضل من أن يتعلموا من مصادر أخرى. هذه بعض التعليقات إذن على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتقل الآن إلى التصويت على سؤال الحلقة بعد أن استمعتم إلى الضيفين. السؤال التالي: هل يجب تدريس مادة التربية الجنسية أو الصحة الجنسية في المدارس؟ إذا نعم بالأخضر، أخضر نعم، يعني تقريبا لا بالأحمر. طيب، أرى أن اللون الأخضر يطغى على اللون الأحمر ويبدو أن هناك موافقة نوعا ما على تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس. كان في قناعة ربما من سيدة ليلى بن ساسي بوجوب تدريس هذه المادة على الجمهور الحاضر معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم. ونأتي الآن قبل الختام إلى الكلمة الاختتامية لكلا الضيفين، ولكم لكما حق الرد إذا كان أي هناك ملاحظة أو نقطة. تفضلي سيدة ليلى. في النهاية ألاحظ أن لسنا مختلفين، ممكن مختلفين على المحتوى أكثر منه على مبدأ تدريس التربية على الصحة الجنسية. ليست كمادة، أعيد التأكيد أنها ليست مادة، بل هي مبثوثة في 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 كل المواد وعبر النوادي والمناسبات الوطنية والعالمية. وهنا نحب نشير إلى أن البلدان التي أدرجت التربية على الصحة الجنسية كمادة لم تنجح في ذلك. نحن سنتطرق إلى هذا المفهوم نجم نقول دون أن نسمي بالنسبة للتلاميذ أنها سندرس تربية على الصحة الجنسية. هي بناء مواقف، حماية الطفل، تمكينه من معرفة الخطأ من الصواب، ومن حماية نفسه، والتبليغ خاصة عندما يتعرض إلى اعتداء. شكرا لك سيدة ليلى. سيد مختال مش تفضل. في تقديري أنا نحن منش مختلفين في مسألة تدريسها، وإنما في المنهجية وفي المراحل التعليمية. وتمنيت لو أن السؤال كان على الحضور. نعم. مركب إلى جزئين: هل ندرسها في التعليم الأساسي مش على المبدأ في الابتدائي وفي الثانوي؟ خاطر احنا عندنا ابتدائي حتى لسنة 12 سنة ثم ما فوق 12 سنة، وكيف وبأية محامل ومضامين في الابتدائي وبأية مضامن ومحاميل في الأساسي، وما دور الفضاءات الأخرى؟ بحيث السؤال منهجيا بشكل عام هكذا ندرس أو ندرس، مش هذا السؤال المنهجي. السؤال المنهجي نحن نريد تبسيط الموضوع، ليس بطريقة مركبة، لأنه يمكن الناس لا تعرف الفرق بين تعليم هذه المادة في الابتدائي والثانوي. من له أطفال يعرف ولدك يبدأ عمره 7 أو 8 سنين شنو يقول له، ماذا يقول له، وفي ماذا يحدثه، وبأي كيفية يحدثه ويبلغ له، وعندما يكون في سن 18 و19 سنة كيف يحدثه؟ وهذا ما أوضحته السيدة ليلى، أن طريقة تعليم هذه المادة ستكون تدريجيا في السنوات الأولى. شوف، هنالك في تقديري أنا مضامين وكيفيات في سن الطفل المبكر لا يمكن أن نحدثه عنها بأي طريقة، خاصة حسب الوثائق البيداغوجية المقترحة للحديث فيها. بالتالي نحن نقدر أن الموضوع في تونس كدولة أولى يجرب فيها موضوع يجب التوقف عنده والحديث عليه مليح مليح، لأن تونس دائما
التجارب سباقة في التجارب. في التجارب. بالتالي لابد أن نحتاط من عملية الإنزال. نعم. من عملية الإنزال الثقافية والحضارية. سيد مختار موشي شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر السيدة ليلى بن ساسي. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه المناظرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.